ما تخلص يا استاذ شاكر، ولا شكلك مش هتعرف تعمل حاجه ولا في ايه؟ يا ريت يا احمد تعرف الاستاذه انها بتكلم برنس الداتا. انا ذكر برج مصر. بلا ذكر برج بلا ذكر بط، ما تخلص يا عم. بقول لك يا دكتور خربوطلي، انا رايي ناخد اللابتوب باللوحه دي بالظبط اللي بيراقبنا ده ونرميهم في حجر البوليس ونخلص. ما ينفعش، احنا كل اللي وصلنا له لغايه دلوقتي مجرد استنتاجات. احنا عشان نروح للبوليس وتتفتح القضيه تاني لازم يكون في ايدينا دليل. مبروك يا جماعه، شبكه كاميرات المترو بالهيستوري بتاعها تحت امركم. برافو يا استاذ شاكر، خد بقى دي التواريخ والمحطات اللي اختفت فيها الضحايا. ده تقعدوا باصين لي كده؟ بقول لك ايه؟ قوم اعمل لنا شاي. يا حبيبي عينيا. سكرك قد ايه؟ تعملي عندك؟ يلا عشان الاكل جه. لا كل انت، انا مش جعان دلوقتي. المكان ده هادي قوي بس بطريقه تخوف. عايز اقول لك الهدوء ده بيعمل لي راحه نفسيه. وانت نفسيتك مالها؟ ما انت عمال تضحك وتهزر ومفيش حاجه في دماغك. ده بيتهيألك بس، مش جايز الضحك والهزار ده يبقى هروب من حاجه. زي ايه؟ الوحده مثلا. هو انت صحيح فين باباك ومامتك؟ اخواتك؟ ابويا وامي توفوا من زمان، ما عنديش غير اخ واحد بس. انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ بصي، هو الجواز بالنسبة لي مسؤولية كبيرة قوي، وأنا طول عمري بهرب منها. ده غير اللي عدوا عليا في حياتي، لا أنا قصرت فيهم ولا هم قصروا فيا. أحمد وعبلة تعالوا بسرعة. اتفضلي. الله يخرب بيتك، هو ده وقته؟ دي نجلاء الضحية رقم 5، نزل وراها الجربوع فعلا. لو خدنا بالنا هنلاقيها بتشاور إشارة بعصبية كده، واضح ان الجربوع اتحرش بيها وهي بتهزقه. هي مشيت، هو مشي وراها. يبقى هو ده دكتور شاكر. ايوه. شغال لي كل فيديوهات نزول الضحايا من المترو. لو ناخد بالنا يا ساده، الجربوع مش موجود الا في فيديو نجلاء فقط. الحكايه كده بتتعقد يا دكتور شاكر. شغال لي فيديو نجلاء. وقف بقى، هات لي بقى الراجل اللي واقف في العمق ده ولابس كاب اهو. اشمعنى ده يا دكتور؟ لان الراجل ده بيتكرر في كل الفيديوهات. بصوا. طب وعرفت ازاي انه نفس الشخص ده؟ لابس كاب ووشه مش باين. شغل يا شاكر. من العرجة. طب لو افترضت معاك ان هو ده السفاح، بيموت الستات ليه؟ من واقع الصور اللي حضراتكم جبتوها لي، هكتشف ان الكرسي اللي كان بيقتل عليه ضحاياه، ان في صوره لاحدب نوتردام هنا ورا، والروايه المفضله للسفاح هي احدب نوتردام. حتى الجمل اللي كان مشاور عليها في الروايه بتتكلم عن الاعاقه والتشوه الجسدي والنفسي. المانيكان اللي انتوا لقيتوه جوه البانيو، لما بحثت وراه لقيته ملبسه نفس لبس أزميرالدا في فيلم أحدب نوتردام. ايه يا مين أزميرالدا دي؟ حبيبة أحدب نوتردام اللي حبيته رغم إعاقته. بس برضه ما فهمناش هو ليه بيقتلهم؟ لأنه ملقاش أزميرالدا اللي بتحبه. إحنا قدام سفاح شايف نفسه في أحدب نوتردام. طب وإحنا المفروض نعمل إيه دلوقتي يا دكتور؟ لازم نوصل له. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش. وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.